الإعلامي لدول مجلس التعاون لدول الخليج. يطيبني أن أرحب بكم جميعاً من الذين كانوا وما زالوا يثرون مكتبة الإعلام كتكريم الرواد اعترافاً بعطائهم وتقديمهم بنسخته الحالية من ندوات وورش عمل متنوعة. الذين حرصوا على إقامة هذا المهرجان بروح هذا أنا أسميه العرس الجميل، عرس فعلا يضم نخبة جميلة من بنات البحرين، من شباب البحرين، من شباب الدول الخليج كلها. التكريم اللي حصل غير متوقع، يعني اللي توقعناه قليل، لكن هذا الكثير والكثير والكثير من التوقعات. أنا كشخص أعمل في هذا المجال يهمني جدا أن ألتقي في هالنوعية من الناس لأستفيد، ربما أفيد بعض الأحيان، ولكن غالبا أحاول أكون مستفيد من التجمع، تبادل الآراء، أفكار، توجيه، أحيانا يوجهونك للأحسن. فأنا سعيد أن أكون من هالمجموعة هذه كلها.